FM أحلى راديو. نص نهار و12 دقيقة أنتم تسمعوا في صحتك معانا نويل بيزيد معكم في الميكرو وإم جويني في الإخراج عبد المجيد أوبا في FM تيفي. باش نحكيو اليوم على برشا مواضيع، باش نحكيو على موضوع يهم برشا التوانسة، المتحور الجديد. يجي بحضرنا دكتور شكري الجريبي عضو اللجنة الوطنية للتلقيح، باش نحكيو على كل ما يخص المتحور هذايا، نحكيو على غلاء سعر التلقيح ضد النزلة الموسمية الغريب، علاش 54 دينار، نحاولوا نفسروا هذايا مع دكتور حكيم الغرد مشرف على البرنامج الوطني للوقاية من النزلة الموسمية، ونحكي وعلى تلقيح الحيوانات اللي مقطوع مع عميد البياطرة دكتورة أحمد رجب. هذا كله غيره في الميسيون صحتك معنا اللي تبدأ توا. انتم تسمعوا في صحتك معنا مع نويل بيزيد على FM أحلى راديو. المتحور جديد لفيروس كورونا، شنية المخاطر متاعه، شنية هل التلقيح اللي ديجا عملناه ناجع ضد وإلا يزمنا نعمله غابيل؟ هذا الكل مع دكتور شكري جريبي في أكتو كوفيد. أكتو كوفيد. عسلامة دكتور. عسلامة مدام نويل، أنا سعيد بوجودي معك ونسلم على كل مستمعات مستمعين FM. احنا أسعد دكتور. باش نحكيو على المتحور الجديد، أما قبل ما نحكيو على المتحور الجديد نفسروا شنو معناها متحور. أي هو كما نعرفوا الفيروس هو كائن يتحول، وكل ما ينتشر من مريض إلى مريض في الجينوم تاعو ديما فما تغيير. بعد ساعات ما فيقوش به، وخاطر فما ثلاثة احتمالات، إما وقت اللي يتغير الجينوم تاعو يقعد الفاعلية والخطورة ونسبة الانتشار هي نفسها، وإلا فك التحور اللي يقع في الجينوم تاعو أنه ينقص الخطورة وينقص حدة الانتشار، وإلا يبقى هو نفسه. دونك هذا ما علاش بعد ساعات هو التغيرات والمتحورات برشا بالالاف يعني تصير، ذاك علاش في العديد من المرات ما نسمعوش بهم ونحكيوش عليهم، الا حكينا على الفا، حكينا على بيتا، حكينا على جاما، وحكينا سورتو خاصه على دلتا. دونك هذا هو اللي يصير. والسؤال الاخر يقول وقتاش التكبيل اللي كنت نقول فيه، وقتاش نحكيو عليه المتحور ويصبح يعني حدود الخطوره نتاعو اكثر الانتشار، وقت اللي ينتشر بسرعة ووقت اللي يلقى مكان اللي فيه بالنسبة للحالة متاع الوضع طويك، وقت اللي يلقى نسبة مواطنين برشا ما همش ملقحين. هذا فيما يخص تعريف المتحور. دكتور، في وسط معناها عزوف على تلقيح وتراخي في الإجراءات الوقائية، نجم نفهم علاش القلق اللي موجود من المتحور الجديد. هو جنرالمون في التحورات، صلحني كاني غلطة، تنقص الخطورة، لكن في الفيروس كورونا قاعدة تزيد في كل مرة. هل هو أخطر من دلتا وإلا لا؟ اي هو نظريا نجم نقولوا المعلومات الاوليه، توا باش مكيكا نكونوا نرتكزوا على المعطيات العلميه. المعطيات الاوليه فيما يخص التقطيع الجيني نتاعو تبين انه فيه ما يقارب 32 تغيرات في نطاق البروتين سبايك، بروتين اس اللي هي معروفه، نقارنوه بدلتا، دلتا فيه 2 متغيرات فقط، يعني 32 مقابل 2. وكي نعرفوا اللي دلتا كان سريع وكثير الانتشار، كي نقولوا 32 تغيرات بالطبيعة نظريا احنا اللي نتخوفوا اكثر برشا توا انه يكون انتشار متاعه سريع وسريع جدا واكثر برشا من دلتا. متنوع العلاقة ما بين كثرة الانتشار واكثر الخطورة، لا، المعنى المعلومات الاولية توا ما تنجمش تقول لنا اللي هذا الاوميكرون، بيسكو هو المنظمة العالمية للصحة نعرفوا عطاتو اسم اوميكرون، ما نجموش بحسب المعلومات الاولية باش نقولوا اخطر، لكن نظريا نجم نقولوا اللي هو في إمكانية كبيرة باش يكون أكثر انتشار. والسؤال كيف كيف اللي باش نازم ندرسوه ونجاوب عليه، مدى فاعلية التلقيح الموجودة توا على الفاريون هذايا والمتحور. نجاوب عليه سؤال هذايا بعد الببليسيتي مع نويل بيزيد على FM أحلى راديو. كنا نحكيو على المتحور الجديد أوميكرون اللي سميته هكا المنظمة العالمية للصحة، مع دكتور شكري جريبي عضو اللجنة الوطنية للتلقيح. دكتور، كنت تحكي على مدى فاعلية التلقيح، معناها بيرسونيلمون مثلا نصور برشا كيفي عاملة دو دوز دو فاكسان، اسكو يزمني نزيد رابيل وإلا ليه؟
أي سؤال مهم. احنا في العالم عملنا 2 وبدأت حتى الجرعة الثالثة في تونس وفي عديد البلدان من العالم. مدى فاعلية ونجاعة التلقيح المعروفة الموجودة توا في الأسواق على المتحور هذا الجديد؟ هو هذا موضوع الدرس. إذا نقوله نظريا وقت اللي يقع 32 تغيرات على مستوى البروتين سبايك، نجم نقوله اللي الفاعلية باش تنقص، على خاطر التلقيح خاصة لارين ميساجي هي الفاعلية متاحة في مستوى البروتين سبايك. وقت اللي البروتين سبايك غيرت من التركيبة متاحة بالطبيعة باش تحاول تهرب من كل ما هو من نوعه باش يهاجمها، باش يدافع على البدن كسسواء المضادات في الأجساد متاع البدن وإلا كل ما يجيبه المضادات متاع التلقيح. دونك هذا اللي باش نحاول نجاوب عليه، وهذا كان الأيامات الجاية باش تعطينا الجواب. وكما قالت المنظمة العالمية للصحة اللي نذكر صنفت المتحور هذايا أنه متحور يبعث على القلق، وقالت اللي الأسبوعين الجايين هما اللي باش يخليونا باش نتابع. لكن باش نبقى فيما يخص التلقيح باش نطمن نوعا ما المواطنين، باش نقول اللي راهو غراس للفاكسان أكومبوزون أرين ميساجي ممكن نحضروا تلقيح وفاكسان في مدة قصيرة برشا يكون ديريكتومون اورينتي وإفيكاس حتى على المتحور أوميكرون، وهذا اللي صرحت به البارح في الليل أخيرا دونك مودرنا وفايزر اللي هما زوز مخابر اللي يعملوا في التلقيح نتاع أرين ميساجي. قالت باش نبداو نخدموا على تلقيح ضد الفاريون المتحور أوميكرون. والتلقيح الأخرى دكتور اللي شنو تسمى هي الفيروس لادينو فيروس، فوالا كيف أسترازينيكا اللي هي تعتمد على لي فيكتور أدينو فيروس، يعني ياخذوا نوع من الفيروس المعروفة في النزلات الموسمية ولا غيرها ويدخلوا فيها نوع من التركيبة البروتينية متاع الفيروس متاع سارس كوف 2 والبدن. دونك ما همش بالطبيعة مضرين، لكن جسم الإنسان يتعرف عليهم ويخلق المضادات. دونك بالنسبة لأسترازينيكا كيف قالت احنا باش نبداو في التجارب وفي باش نخدم باش نحضروا، لكن التقنية متاع لارين ميساجي بالطبيعة هي أسرع من التلقيح الأخرين، لكن واجب حتى التلقيح الأخرين باش يتأخر. وهذا الكل نزيد نأكد عليه، مازلنا ما نعرفوش. نظريا التلقيح ينجم يكون انتشار أكبر، ينجم يكون ينقص من الفاعلية، لكن ماهوش 100%. شفنا في الدلتا، شفنا الفاعلية نقصت تقريبا 20-30% على المتحور الأولاني اللي خرج في الصين، لكن الفاعلية على الحالات الخطيرة بقات عالية في 90%. يعني نجم زاد هذا المتحور أوميكرون تنقص الفاعلية نوعا ما، لكن الفاعلية على الحالات الخطيرة تبقى عالية. اي هو دون تو لي كا يفو ميو يلقح باش يكون على الاقل عنده حد ادنى من المناعه. اون اتوندون يزيد الغابيل كان فما ضروره لهذا. دونك كنا نحكيوا على التلقيح، عندوش اعراض مختلفه على المتحورات الاخرى دكتور؟ اي هذا من المعلومات الاوليه اللي مؤكده ومعروفه. حاجتين، الحاجه الاولانيه انه التشخيص نتاعو يعني البي سي ار هي نفس، يعني كنا نجمو البي سي ار ما تتعرفش عليه في التقطيع الجيني، يعني البي سي ار بيرمي لي دو ليدونتيفي، هذه حاجه باهي. حاجه ثانيه نفس العلامات الى حد اليوم، يعني الحالات نجم نعطيك الحالات اللي ظهرت حتى 10 دقائق قبل ما ندخل الاستوديو. دونك ظهر كما قلنا في افريقيا الجنوبيه، ظهر في البلدان المجاوره في بوستوانا والمدن المجاوره لافريقيا الجنوبيه، ظهر كذلك في الصين في هونغ كونغ، واخيرا وفي أستراليا، وأخيرا من البارح في الليل ظهرت في ألمانيا وفي بلجيكا، واليوم يقولوا فما حالات في إيطاليا في تشيك، وستين حالة مشكوك فيها في هولندا. دونك قريب دخل الأوروبا، يعني قريب برشا اللي نحنا، وهذا مؤكد. راه ما يلزمناش نغطيو عين الشمس بالغربال، الانتشار نتاعو اذا بدا في أوروبا ودخل باش ينتشر في عديد بلدان العالم. المهم يكون الانتشار نتاعو محدود اكثر ما يمكن، وبالنسبه لبلادنا طبعا نحكيو لازم انه تكون سياسه واستراتيجيه استباقيه، ما نعاودوش الاغلاط اللي
عشناها من قبل، وبالطبيعة هذا باش نقولوا ينجم يدخل باش يدخل على الحدود، دونك الإجراءات يلزمها تتكثف تكون على المراقبة على الحدود. اي جوستومون دكتور، شنو نجموا باش نتفاداو انه ينتشر، وخاصة انه قلت لنا تيوريكمون سريع الانتشار المتحور هذا؟ اول حاجة نحب نأكد هما ثلاثة حاجات. أولية أول حاجة نكملوا في ترفيع نسبة التلقيح. هو يقول قائل علاش ظهر في أفريقيا الجنوبية؟ على خاطر كما كنت نقول علماء الفيروس ديما يأكدوا راه الفيروس ينتشر برشا ويخلق متحورات كل ما يكون في بلاد اللي نسبة الترفيع ناقصة. في أفريقيا الجنوبية يقارب 24% فقط اللي هما استكملوا التلقيح. يعني بالنسبة للجواب على سؤالك، أول حاجة نرفعوا في مستوى التلقيح في تونس. احنا قاعدين نقدمه لكن ما زلنا ما وصلناش الى المستوى نتاع اللي قربنا من المناعه الجماعيه. دونك احنا اليوم تقريبا ما يقارب 57% اللي استكملوا التلقيح نتاعهم بالنسبه لل 15 سنه الى ما فوق، هذا باهي لكن ما يكفيش ويلزمنا نقربوا اكثر ل 80%. هذا لاكس الاولاني، الترفيع في نسبه الملقحين. الاجراء الثاني والمهم ومهم جدا هو تجديد المراقبه فيما يخص الوافدين على بلاد، وهنا سياسه الوزارة هي هذاك علاش صارت توصيات جديدة في الجماعة. هي ديناميكية تقريبا كل أسبوع قاعدة تتغير وقاعدة تتشدد أكثر. الإجراءات خرجت البارح شفناها بسرعة، نذكر الإجراءات هذه أنه ولو عامل أنت تلقيح ولو كومبليتمون فاكسيني واستكملت التلقيح نتاعك، وجوبا لازم أنك تستظهر بالتيست بي سي آر في أقل من 48 ساعة، كانت 72 تو في أقل من 48 ساعة. كيف فيما خص اللي يلزمهم يجيبوا دي تيست بي سي ار بوزيتيف، كانت من 18 سنة إلى ما فوق تو هبطت إلى 6 سنوات. من 6 سنوات إجبارية، يعني أنك تستظهر بالتلقيح سلبي. بالنسبة للي ما لقحوش واستكملوا التلقيح، هنا الحجر الإجباري ماهوش الحجر في الدار، الحجر فك الليست القائمة تلقاها في النزل المعمول بها اللي تنقلوا لها هذا الكل. والعنصر الثالث last not least هو فيما يخص التيست خبيد، يعني التيست خبيد باش نكثفوا فيه، ومعظم المواطنين اللي باش الوفدين اللي باش يخضعوا الى التيست خبيد، واذا ولو هو ملقح والتيست خبيد بين انه فما يعني ايجابي باش يمشي للحجر العزل هذاك المعمول به. دونك هذوما الاجراءات الهامين في تونس. كيف يلزمنا وهذا المعمول به ما يلزمنا نكثفوه هو التقطيع الجيني. التقطيع الجيني في الحالات الإيجابية هم مش برشا والحمد لله، ما زالت المؤشرات في بلادنا يعني باهية، لكن اللي بوزيتيف الكل ماذا بينا نكثروا من التقطيع الجيني باش لا قدر الله حتى لو كان دخل المتحور الجديد نزول غابيدمون. وهنا فرصة باش نقول اللي يسمعوا فيني، إذا فما بعض المواطنين، خاطر نعرف احنا ما عندناش فول ديريكت مع الأفريق دي سود، ما يحتمل فما مواطنين كانوا في البلدان هذه نتاع أفريقيا الجنوبية والأفريق أسترال الكل وجاوا عن طريق بلدان أخرى، يجيوا عن طريق تركيا عن طريق دبي إلى آخره، هذوما ماذا بينا يمشيوا يعملوا تحاليل احتياطية. به دونك هذا نحاولوا احنا على غالب معناها نتخيلوا السيناريو لي بير سيناريو. هل فما إمكانية حجر صحي في صورة ما تخلى المتحور هذا وانتشر؟ بالنسبة للحجر الصحي هو حجر صحي شامل، نقص حجر صحي شامل صحيح، هو هذا قليل البلدان في العالم اللي يلتجيوا له. كو دير نحن بالنسبه للبلادنا، انا نتصور اللي ماهوش مطروح لا في المدى المتوسط لا المدى البعيد بلادنا ما تستحملش. نكثفوا من الاجراءات اللي كنت نحكي فيها قبيله، وبقدره ربي ما فما كان الخير. وكيف فما حاجه اخرى يمكن ما اكدتش عليها، هي انه يلزمنا نرجعوا اكثر 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 برشا نسطر عليها لهنا باش نحترموا الاجراءات الوقائيه البروتوكول. احنا تو نعرفوا نعيشوا برشا في الفضاءات المغلقة، دونك ما تخافوش من البرد، راهو تبرد شوية وما فماش كورون دير، خير من اللي تخلي مسكر، خاطر كي تقعد في أماكن مغلقة وسورتو برشا ساعات راهو الفيروس ينجم يدور. دونك سي تري امبورطون دو غاردي لا بافيت لا ديستانساسيون وكراسلين لدين، هذاك نرجعوا له خاطر فمنا شفنا التراخي حتى في الفضاءات العمومية في المغازات الكبرى، ما عادش فما أكل المراقبة المهمة. بون اللي صار صار والحمد لله، المستشارات ما زالت إيجابية في بلادنا. لكن اليوم
اليوم قبل غدوه ماذا بينا نرجعوا لهم، هذيك راهي تعاون وتعاون برشا. تحسبا من سيناريوهات خايبه وشفناها في 2021 وان شاء الله ما نرجعوا لهاش، وندعي الناس كل من المنبر هذايا انه كيف ما قلت دكتور سي بيان دو رابلي انه الاجراءات الوقائيه ما زالت ضروريه، الماسك، غسل اليدين، ديستانسياسيون، وخاصه التلقيح، فماش ما نحاولوا نمنعوا من المتحور الجديد. نخلي لك كلمه الختام دكتور. اي احنا قربنا اليوم 22 ديسمبر، ونعرف يوم 22 ديسمبر باش نبداو بالعمل بالجواز التلقيح. جواز التلقيح ما يلزمش ناخذوه انه سيت اون كونترانت ولا اجباريه التلقيح، لا، احنا اليوم في نطاق امن صحي، يعني في نطاق امن صحي لازم تكون اجراءات استثنائيه، وراه الهدف نتاعو هو حمايه التوانسه، وماذا بيا التوانسه الكل يمشيوا يلقحوا يستكملوا، والتخريج نتاع الشهاده والجواز التلقيح سهل برشا، يدخلوا ليفاكس بوينت ان فضاء المواطن ويحطوا رقم التسجيل نتاعهم اللي سجلوا به، وهو اليوم اللي يمشي يلقح قبل الغدوه بين اللقاح الاول واللقاح الثاني نقولوا 3 اسابيع، وبعد تخرج له الشهاده هكاك يكون حاضر، واللي يحب يسرع باش يوم 22 ديسمبر يكون حاضر 100%، بما انه في تونس عندنا ميزه اللي مش موجوده في برشا بلدان، انك تنجم تختار التلقيح، ينجم يختار جونسون اللي هي جرعه واحده وبعد باسبوع ياخذ شهاده التلقيح نتاعو. وفيما يخص الاجراءات الاستباقيه نتاع المتحور هذايا اوميكرون، يظهر لي الدوله قاعده تقوم بالواجب، الاستراتيجيه الاستباقيه يلزمنا على ارض الواقع نتبعوا كل الاجراءات اللي خذيناها، خاصه المراقبه الحدوديه. يعطيك الصحة دكتور شكري جريبي، عضو اللجنة الوطنية للتلقيح. حكينا اليوم على المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون. يعطيك الصحة، إن شاء الله ترجع بحضنا مرة أخرين ونحكي على مواضيع أخرى. نعملوا ترتيحة صغيرة، نسمعوا بيت بول باك إن تايم ونرجعوا تحتك معانا نحكي على النزلة الموسمية. ومعانا بالتليفون دكتور حكيم الغرد، مشرف على البرنامج الوطني للوقاية من النزلة الموسمية. صباح الخير دكتور، مرحبا. صباح الخير، شلونك؟ لاباس الحمد لله. عايشك دكتور. نحب نحكي وكان هكا على الحملة الوطنية متاع للوقاية من النزلة الموسمية اللي تصير ساعات كونفوزيون ما بينتها هي والكوفيد، ماذا بينا الناس يحتميوا من الجريب باش على الأقل ما نجموش نتيحوا في الكونفوزيون هذية. وباش نحكي وزيدة على سوم التلقيح في حد ذاته اللي غلي من عام لعام، نشوفه في فرق أكثر من 20 دينار. التوانسة يتشكيوا ويتسائلوا على ليش الغلاء هذا الكل؟ كان ندعو على السعر من الأول نوضحوا الأمور. ألو؟ وي نسمع فيك دكتور. ايه كان ندعو نحكيو على السعر. السعر صحيح التلقيح كان سومهم بين 15 دينار و600 و16 دينار و400 قبل، هذايا قبل الكوفيد، لكن بعد الكوفيد السعر نتاعو توا 54 دينار و200. اي الارتفاع هذايا كبير. هو عنده برشا اسباب. السبب الاول، اول حاجه ارتفاع اسعار معناها تلقيح الكل في العالم. تعرفوا العالم معناها المخابر الكل قاعدين يسمعوا حاليا في تلقيح ضد الكوفيد. احنا نسمعوا فما كان 5 أو 6 تلقيح متداولين، في الاصل فما اكثر برشا. كل دوله عندها كيفاش، احنا ما نصنعوش تلقيح، دونك احنا نستوردوه. حاليا صار تلقيح ارتفع، حتى التلقيح نتاع الجريب ارتفع. ثاني حاجة وممكن هو أهم، هو أنه تلقيح السنين هو تلقيح رباعي تكافؤ كوادريفالون. قبل كان عندنا تلقيح، هذايا تلقيح قبل عندنا ثلاثة تكافؤ. السنين ولا رباعي تكافؤ معناها تلقيح هو ضد 4 أنواع من فيروس نتاع الجريب، 4 فصائل من فيروس الجريب، 2 من صنف A و2 من صنف B. هو في الأصل وحتى طريقة التصنيع نتاعو والكمية نتاع معنا الزونتيجين الموجودين فيه مرتفعين، إذا كل يفسر ارتفاع السعر. أما تقول ليش عملنا هذا؟ عملنا هذا على خاطر لازمنا تلقيح الجريب، عنا برشا عوام قاعدين نجريو على تلقيح يغطي معناها نجاعة أكبر معناها ضد الفيروس الجريب. التلقيح هذا النجاعة نتاعو فوق 80 وفوقها حتى ساعات أكثر من 85%. لو العباد الكل يعرفوا على نجاعة التلقيح. التلقيح القديم كان في احسن حالات يوصل 70%. هذه الحاجه الاولى.
هو زاد الهدف منه وضحنا زاد نوع من الفيروس ب في التلقيح هذايا، خاطر الفيروس هذايا دخل عام 2000 في معناها في الموسم 2018 2019 علاش يغطي التلقيح هذوما. وثالث حاجه اللي فسر ارتفاع السعر هو تدهور قيمه الدينار اللي يخليك تشري توا تلقيح ولا اي دواء تشريه من العالم بالعمله الصعبه يكلف لك اغلى بالدينار. هذا هو التفسير متاع غلاء سعر تلقيح ضد النزلة الموسمية. دكتور، في إطار الحملة للوقاية من النزلة الموسمية، شنو نجمو نحكي ونقولوا للتواسة، خاصة أنه ساعات فما استسهال للأعراض اللي تصير وتصير كونفوزيون ما بينات الجريب والكوفيد خاصة؟ أي أهم حاجة هو وسائل الوقائية. كان العبيد يتفكروا النزلة عام 2009 معناها نتاع الجريب H1N1 بانديميك اللي عادتوا لها بطريقة غالطة، معناها انفلونزا الخنازير بورسين من الأولى، من هي وفات اسمها H1N1 بانديميك هذيك عملتها. كان تفكروا عملنا حملة تناهز الحملة اللي تتعمل دواء على الكوفيد، والوسائل الوقائية كان العبيد ثبتوا هما تقريبا نفس الوسائل، خاطر الفيروسات معناها اللي يمسوا المجاري الهوائية نتاع العبد ويتنقلوا هوائيا ولا حتى معناها باللمس أو معناها فوق المسطحات معناها اللي نقاو عنده فرق طريقة نتاع وقاية. الوقاية هي تطبيق البروتوكول الصحي، هو التباعد ما نحيوش بعضنا، ما نبوسوش بعضنا بالله وما نبوسوش الصغار خاصة. ثاني حاجة نغسل ايدينا أكثر ما يمكن، بالأخص كان نمسوا وجهنا نعاودوا نغسلوا ايدينا معناها بالماء والصابون ولا بالجالي دغوا الكوليك معناها السوائل المائية الكحولية. ثالث حاجة الصغار معناها راهو الصغار على عكس الكوفيد، الصغار هما عرضة للفيروس نتاع الجريب أكثر من غيرهم، بالأخص هما وسيلة العدوى نتاع الفيروس. معناها اكثر وسيله يتعدى بها معناها معناها الاولياء او معناها الجلود هو في الاصل الصغير يجيب لهم الفيروس، يجيبهم من المكتب، يجيبهم من برشا بلايص اخرى. معناها اخر وسيله نحبوها معناها العبد الكل يشريها هي التلقيح. التلقيح نتاع الجريب هي زريقه برك تعمل كل عام وتعطي اشعه كبيره، لكن شكون يسحقها؟ هما يسحقوها معناها المسنين اللي فوق 65 سنة أو بالأخص اللي عندهم الأمراض المزمنة، الأشخاص اللي عندهم الأمراض المزمنة كما السكري، ارتفاع ضغط الدم، قصور الكلى، قصور القلب أو حتى الكبد، قصور في المجاري الهوائية معناها قصور رئوي نعيطوا له، هذوك مع بعض يلزمهم التلقيح. على عكس الكوفيد الأمراض اللي عندهم الربو معناها الفدة بهم يلقوا على خاطر هما عرضة أكثر للجريب على واحد بيرد بالفدة، نجم نقولوا حسابين ستاتيستيكمون أخطر من الكوفيد على واحد عنده فدة. وأخيرا بالأخص وما يلزموش تنساو معناها النساء الحوامل اللي هما عرضة لفيروس الجريب تعطيها أكثر خطورة من عند المرأة اللي معناها ماهيش حامل معناها اللي في سن معناها حوامل لكن ماهيش حامل. ما عنده نسبة كبيرة تشعكي حالات خطيرة برشا تؤدي للنعاش وحتى للموت. معناها كما كل عام تسمعوا بهم لنسجلوا حالات موت عند النساء الحوامل. أي كيف ما كنت تقول دكتور، أي مرض أي فيروس يمس المجاري الهوائية عنده تقريبا نفس الأعراض وخاصة نفس الإجراءات الوقائية يلزمها تنطبق على زوز كيف ما الغريب كيف ما الكوفيد. وديجا نلاحظوا أنه عم ناول الوقت اللي صار تشديد على الرقابة في الإجراءات الوقائية، الأمراض الأخرى اللي بلو كومون خاصة الغريب وما شابه نقصوا معناها في حالات العدوى في تونس وفي العالم على حساب الكوفيد. وتوكي مع التراخي اللي قاعدين نشوفه فيه ومع العزوف على تلقيح سواء متاع الجريب وقال الكوفيد، الموجات قاعدة ترجع متاع الأمراض اللي تمس المجاري الهوائية. مرسي بكو دكتور حكيم الغرد، عضو اللجنة الوطنية للوقاية من النزلة الموسمية، حكينا على غلاء سعر التلقيح للنزلة
الموسمية وحكينا على الإجراءات الوقائية اللي يلزمنا نعملوهم لتفادي النزلة الموسمية الغريب. يعطيك الصحة دكتور. نعملوا ترتيحة صغيرة نسمو أريانا غراندي، نعملوا بيبليسيتي ونرجعوا. ما تسمعوا في صحتك معنا مع نوال بيزيد على EFM أحلى راديو. نص نهار و 53 دقيقة مازلنا مواصلين في صحتك معنا، نحكيو على الحيوانات، نحكيو على الحيوانات. أي مواطن ظهر لي في الأيامات هذية هز الحيوان اللي عنده قطوس كلب أي حاجة باش يعملوا تلقيح، ينجم يكون تعرض أنه التلقيح ما يلقاهش عند الفيتيرينير متاعو. هذيك علاش معنا بالتليفون دكتور أحمد رجب عميد البياطرة. صباح الخير دكتور. صباح الخير، يعطيك الصحة على الاستضافة ومرحبا بكل المستمعين. هذايا مشكل تعرضوا له برشا ناس، وهذاك علاش طرحنا الموضوع هذايا انه ما لقاوش التلقيح نتاع الحيوانات نتاعهم، ونجم يكون موجود حتى اكثر عند الناس اللي تربي في ماشيه ولا حاجات كيف من هكا. كيفاش نجموا نفسروا الفينومين هذايا؟ شنو اللي قاعد يصير؟ علاش مقطوع التلقيح؟ هو يعطيك الصحة على الاستضافة، وباش نوضحوا للناس الكل وباش نحاولوا تكون ثم استراتيجيات واضحة. النقص نتاع التلقيح هذا موجود لي أكثر من عام، والبونش كيف كيف اللي هي خدمة الأطباء البياطرة وشنو هو الأغلبية وقاية، معناها يلزمنا نلقحوا ولا نعملوا عمليات بالبونش. الحاجتين هذونا ما هماش موجودين، دونك الناس كارية بمليونين ومليون ونص وبأكثر ويستنوا هكاكا، معناها بريسك بطالة. دونك هذه بالنسبة لي أنا راهي فضيحة في وجه الدولة. المشاكل وشنو هما؟ هي مشكلة الفارماسي سونترال وما تبعها، على خاطر ما فماش علاش باش لي فاكسان هذونا ولا البونج ما يكونوش موجودين. علاش؟ خاطر يلزمنا نورمالمون نخدموا افيك دي استراتيجي. كيفاش هما تو في الدول المتقدمه يعرف روحها عندنا مخزون احتياطي باش يوفى بعد 6 شهور، طول عندي مخزون احتياطي، احنا لينا من اكثر من عام نستنوا في البرودوي هذونا. دونك لهنا راهي ثم مشكله كبيره، والمشكله الكبيره اللي هنا باش تجي تقول لي ما فماش فلوس، راهو الادويه البيطريه عندها خصوصيات بارابور ادويه الانسان. مثلا بالنسبه للانسان تقول الفارماسي سونترال ما عندهاش فلوس خاطر السبيطارات ما خلصتش، هنا الاطباء البياطره ولا الفارماسيان كيشرو من الفارماسي سونترال يخلصوا ديريكت. دونك فلوس الادويه البيطريه راهي موجوده، وين تمشي ما نعرفش. دونك لهنا فما اشكاليه كبيره وازمه بالحق، خاطر الوقايه ما فهمش، والناس ما هيش قاعده تعمل في العمليه. تصور انت مثلا كلبه ولا حاجه باش تولد ما فماش بونجي، وشنو نعمل؟ يولي حتى البروبريتير يشكي وشنو ما ثمنش بونج جيد. وانا اللي نعرف تو ثم البونج بريس جدا اماليه مازال ما سابش. ثم احتكار ثاني في بعض المخابر، تو مثلا المخبر نورمالمون مكلف باش يجيب هالبرودوي هذونا، يبدا ما عندهش يا ليشيل انترناسيونال يعلم الفارماسي سونترال باش مخبر اخر يجيب. والاحتكار ثاني فيش موجود؟ نمشوا مثلا في فرنسا ولا في امريكا ولا في البلدان المتقدمه عمره لا يصير الشيء هذا، خاطر مثلا ماش تعطيلات إدارية مثلا في الوتوريزاسيون دي ميس على مارشيما رخصة التسويق. مثلا نجي البونج ولا فاكسان في فرنسا تاخذ رخصة التسويق في فرنسا تتباع في أوروبا الكل، احنا رخصة التسويق نورمالمون يلزمها تتخدم في 6 شهور، تضرب في 4 سنين و5 سنين، معناها حتى باش يخدم ما ينجمش يخدم. دونك هذول الإشكاليات الكل، وراي ماهيش جديدة، راي قديمة. وكان تو نحكوا على مكافحة سامحوني الفساد، هذا الحاجات هذه الكل ترتقي إلى مستوى الفساد. ما فماش علاش رانا في دولة يلزم تكون حاضرة الدولة وتحل لنا المشاكل هذه، خاطر ما نشجعوا في الناس باش تخدم وحدها وكرياسيون دي بروجي، هام حلوا دي بروجي وهام يخزروا رحمة ربي ويستنوا يوم أكثر من عامين. اكزاكتومون دكتور، انت تحكي من قبيله على حاجات فما برشا غموض معناها في الكلام ونقاط استفهام ما نعرفوش وين مشى الدواء هذاك. غموض نورمالمون يلزم يكون ثم محاسبه، ما ثماش محاسبه. اعمل في تونس اعمل كيما تحب، انا نعرف فماش رقابه زاد، ما ثماش رقابه. ويبدو حتى كل جمعه تكلم هو باش يجي يتكلم الفارماسي سونترال، والله الجمعه الجايه تو نحكي على شخصي كعميد اطباء بياطره، يجي نبعث في الكوري وبالتليفون، الجمعه الجايه ما نعرفش الجمعه الجايه وقتاش باش تجي، عام 2060 ولا 2070 الله اعلم. وفي الاثناء دكتور معناها انت توا قلت كلام خطير شوي، تقول ترتقي الى شبهه فساد معناها الكلام اللي قاعد يصير. في الاثناء شنو هي الحلول؟ معناها كي فما ديزورجونس، فما حاجات لازمها تصير الان وهنا، شنو نجموا نعملوا؟ معناها نشتريوا بالغالي ولا نستوردوا ولا شنو نعملوا؟ البونج موجود في العالم،
الأدوية موجودة في العالم، الحلول نجيبوها ونشوفوا شكون يعطل، اللي ما اللي قال باش نجيبه ما جابش علاش ما جابش، يلزم يتحاسب خاطر قانونيا أنا مخبر باش نجيب الفاكسان الفلانية، كان عندي مشكلة على شان انترناسيونال من المخبر الانترناسيونال اللي نجيب منه، نعلم الدولة قبل بيريود معينة راني ما نجمش نجيب لك برا شوف مخبر آخر. متفاهمين؟ هذا نحكي لك على العالم المتقدم كيفاش يخدم. هذا العالم المتقدم، أما توا احنا في أزمة شنو نجمو نعملو توا؟ الأزمة يتحاسب اللي غلط، علاش؟ ما هو نحكوا على مقاومة الفساد، نشوفوا سهلة المشكلة اللي هنا يطرح الموضوع السيد وزير الصحة يحل تحقيق، علاش هذونا اليوم بو سيفري وما نحملوش السيد وزير الصحة مسؤولية أكثر من مسؤوليته خاطر ما شدش لي أكثر من شهر، ما هوش باش يتحمل مسؤولية المسؤوليات السابقة، مي كومام يحل أونكيت علاش البرودوي هذونا ما جبناهمش وما نغلطوش الناس ما نعاوموهاش، لا والله ما ثماش اللي شرنا انترناسيونال، راني نحكي على الحاجات سامبل أدوية الحيوانات والبونجن تاع الحيوانات، نحكي على حاجات خاصة بالحيوانات فلوسها موجودة وكل شيء موجود، دونك ما الأزمة مفتعلة، النجم الأزمة مفتعلة، لي فاكسان هذونا موجودين في العالم الكل، ما علينا كان نجيبوهم باش نخدموا بيهم، البونج موجود في العالم الكل، ما علينا كان نجيبوه وننقصوا من التعطيل ونعطوا التراخيص للناس اللي ما هو لابو ما هوش قادر باش يجيب، نشوفوا لابو اخر عليه، خاطر هنا ان شاء الله ثم نعملوش حصه اخرى، ثم برشا لوبيات وبرشا فساد في هالجبان الدواء ومشاكل الدواء ودي فاكسان هاكم بيريمي في الفارماسي سنترال ونعرف ايش قاعد يحكي باش يطيشوا بيانتو، علاش دي فاكسان نجيب من نجيبهم ونطيشهم ودي فاكسان اخرين ما نجيبهمش؟ عليه هذا الكل وين عايشين؟ للأسف فما كائنات ضعيفة، معناها ما نجمو كان احنا نتكلموا ونتصرفوا في بلاصتهم، قاعدين يستناو في حاجات في التلقيح وعلى يستناو في كل ما يخص الأدوية متاع الحيوانات. يعطيك صحة دكتور على التوضيحات هذية. دكتور أحمد رجب عميد البياطرة، حكينا على التلقيح والأدوية متاع الحيوانات اللي مقطوعة عند الفيتيرينير. احنا ما زلنا مواصلين في صحتك معنا في ساعتنا الثانية باش نحكي على قافلة بتجمع بين وزارة الصحة وجمعية One Day One Dream اللي فيها برشا حاجات باش يصير تقصي عليها في الجهات، ونحكي وزادة على مشكلة أخرى اللي هي دويات للإنسان المرأة، هذه مقطوعة زادة من الفارماسي، مع سيناوف العميرة رئيس نقابة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات. سيناوف العميرة في هذا الكل في ساعتنا الثانية، نسمعوا الأخبار ونرجعوا.